الدود يا ابن الكرماشة في الكف ويا شادي بغشامة لقطة صورة سيلفي سيلفي صورة لقطة. طبعا رجعت لنا نبدا فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وفعل الجرس والكومنتات كتير عشان تعرف الفيديو الجاي وانت هتوصل في 500 لايك. معاكم عبد النينجا ويلا بدنا نبدا بقى الفيديو. فكره الريبيت انا هجيب لكم ايه، نجيب لكم كده حاجه واخده ترند، حاجه كده جامده قوي اكيد سمعتها في اول الفيديو، فانتوا عارفين انا قصدي اتكلم عن ايه. ترند جامد قوي 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 يا جدعان، بلاش نتكلم كتير ولا اشوف ترند، هجيب لكم مشاهير تيك توك يا ابن الكرماشه في الكف ويا شادي بغشامه لقطه صوره سيلفي سيلفي صوره لقطه جسمه وتكرفي نار ولا شطه خدي بقى لف شوف على زبطه خدني بسماش باخدني على حجر كسبت وجدودي يا ابن الكرماشه في الكف ويا شادي بغشامه لقطه صوره سيلفي سيلفي صوره لقطه وجدودي يا ابن الكرماشه في الكف ويا شادي بغشامه لقطه صوره سيلفي سيلفي صوره لقطه وجدودي يا ابن الكرماشه في الكف ويا شادي بغشامه لقطه صوره سيلفي سيلفي صوره لقطه وجدودي يا ابن الكرماشه في الكف ويا شادي بغشامه لقطه صوره سيلفي سيلفي صوره لقطه وجدودي يا ابن الكرماشه في الكف ويا شادي بغشامه لقطه صوره سيلفي سيلفي صوره لقطه جسمه وتكرفي نار ولا شطه خدني بقى لف شوف على زبطه خدني بسماش باخدني على حجر وجدودي يا ابن الكرماشه في الكف ويا شادي بغشامه لقطه صوره سيلفي سيلفي صوره لقطه جسمه وتكرفي يا جماعه سمعت الفيديو، الفيديو جامد قوي قوي قوي، لو عايزين جزء تاني او عايزين اي فيديو عن مين اكتب تحت في التعليقات وانا ان شاء الله اشوف ورد عليكم واعمله في اقرب وقت. واحنا كده خلصنا الفيديو، فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وفعل الجرس والكومنتات كتير عشان تلاقي مع الفيديو الجاي واللي انا صوره ده 500 لايك. لو انت عندك اي فيديو او عندك اي استفسار عن اي حاجه اكتب تحت في التعليقات او تواصلوا معايا على الانستا او واتساب. ومعاكم عبد الرجيم، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.